الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله، ولك الملك كله، وبيدك الأمر كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فيعني دايما لما الواحد بيجي يدخل القاهرة بتعدي من اول الكورنيش كده على قصر محمد علي. قصر محمد علي يا نهار ابيض، زمان كان هيلمان، زمان كان مين اللي ممكن يدخل القصر ده غير واحد من الملوك، واحد من عظماء العظماء بتوع الدنيا. يا ايامه راحت يا جماعة، لا عاد محمد علي ولا عاد قصر محمد علي، خلاص. امال بقول لكم الكلام دلوقتي ليه؟ انا بقول الكلام دلوقتي لان القصر ده بيفكرني بكلمة صورة، سورة في القرآن. يعني احنا نتكلم النهاردة ان شاء الله عن سورة الجن، سورة نوح، سورة المزمل. سورة يعني ايه سورة؟ سورة يعني جنة وحواليها سور زي قصر محمد علي كده بس زمان. طب وايه الفرق بين الجنة اللي حواليها سور والجنة اللي مفيش حواليها سور؟ الجنة اللي مفيش حواليها سور اي حد يدخلها، انما الجنة اللي حواليها سور لا، زي القصر بتاع العظماء، مش اي حد يدخلها، مش اي حد يؤذن ليه ان هو يعتب بابها. كذلك يا جماعة سورة القرآن، سورة الجن، لما نتكلم الليلة باذن الله عن سورة الجن، عودة على بدء بقى سلسلة التفسير بتاعتنا باذن الملك، لما نتكلم عن سورة الجن تحس انها سورة. سورة يعني ايه؟ يعني جنة، جنة مبهرة، جنة مذهلة، الثمار اللي فيها والمناظر اللي فيها والشجر اللي فيها مبهر، ولكن مش اي حد هيؤذن لانه يفهم، مش اي حد هيؤذن لانه يعيش، مش اي حد هيؤذن لانه دموعه تنزل من معنى من المعاني اللي في الصورة. هو ده معنى كلمة صورة يا جماعة. عشان كده كلمة صورة بتعلمك ان قبل ما تبدا تسمع الشرح دلوقتي، وقبل ما انا اتكلم، وقبل ما تبدا تقرا اي سوره في اي وقت او تقرا تفسير اي سوره في اي وقت، قول يا رب، يا رب فهمني، يا رب افتح لي قلبي، يا رب افتح لي هذه الصوره، افتح لي ابوابها، دخلني فيها، اجعل لي اعظم الرزق منها يا رب. يا جماعه يا اخوانا، هنتكلم الليله باذن الله سبحانه وتعالى عن سوره الجن. سوره الجن الترتيب، اخر سوره كنت معانا من حوالي شهر كانت سوره نوح. سوره الجن يا جماعه تبدا قصه سوره الجن بعد بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم. في خبر مفزع جه لابليس، خبر رهيب بالنسبه لابليس، كان خبر قاتل. في ايه؟ الشياطين جنود ابليس اللي بتتسلط على الملائكه عشان تنزل تضل البشر بدات تتعرض لقصف سماوي بالشوب الحارقه، وبدات في ضحايا من جنود ابليس تتساقط، والموضوع بيزيد والضحايا بتزيد. ابليس اتجنن، فورا بعت مبعوثين عشان يشوفوا ايه الموضوع، وكانت النتيجه صدمه بالنسبه لابليس، ان السماء ملئت حرسا شديدا وشهب، ملئت يعني مليارات الملائكة. ايه ده؟ فجأة السماء بقت متحوطة حرسا، ملائكة اشداء، مش اي ملائكة، عارف الجنود المدججة بالسلاح، ملائكة اشداء، شديدا مشدود بعضهم لبعض، مفيش منفذ يقدر ابليس يعد منه او جندي من جنوده، وشهب شهب حارقة. ابليس من اهل الارض، ولكن في يوم من الايام كان من اهل السماء، هو عارف ان لازم في حاجه خطيره. ابليس في صحيح البخاري يتجنن، يؤمر كل الاباث الصغيرين، اضربوا مشارق الارض ومغاربها، اجروا شوفوا في ايه، لازم في حاجه خطيره، احسن يكون نبي جديد، احسن يكون نور جديد، احسن يكون نبي جاي نازل يهدي الناس بعد ما طلعت عيني، بعد ما طلعت روحي في اضلال الناس، يجي نبي يهديهم لي؟ اضربوا مشارق الارض ومغاربها، ده كل كليب اتعمل، انا سهرت وتعبت اكتر من اللي الفه واللي غناه واللي لحنه، كل قناه فضائيه قذره اتعملت انا خططت لها ليالي قبل ما تتعمل، كل بنك ربوي، كل قناه سياحيه، كل مكان فساد، كل قهوه، انا كان في حلم من احلامي يوم ما شفته بيتحقق قدام عينيا، قلب رقص من الفرحه، كل مغني ومغنيه وممثل وممثله مشروع من مشاريعي، تعبت وطلعت روحي عم ربيتهم عشان يبقوا من الجنود بتوعي، كل موديل من الموديلات البنات لابساه قبل ما بتوع بير كرادان ولا اي بيت ازياء يقصوا، انا قصته بايديا وانا اللي علمته لهم. اضربوا مشارق الارض ومغاربها، انتوا اجروا على شمال الارض، وانتوا على جنوب الارض، وانتوا جولة مكوكية، مبعوثين رسميين للشرق الاوسط، اجروا على جزيرة العرب، على مكة. مكة اخطر مكان في الارض، المكان اللي ابراهيم ذلني فيه، المكان اللي ابراهيم رجمني فيه، المكان اللي ابراهيم حط مناخيري في التراب فيه، ده انا طلعت روحي بعد ما ابراهيم الخليل مات عشان ارجع الارض وارجع المكان ده للضلال تاني. اجروا شوفوا في ايه. يجري المجموعة اللي كانت مكلفة بالمنطقة بتاعت الجزيرة العربية وتعمل مسح شامل للمنطقة، كل حاجة تمام، التقرير يتبعت، كل حاجة تمام،
كل حاجة. الغيبوبة مالية المجتمع، العقول تايهة، المخدرات مدمرة أجسام وعقول الشباب، البنات ماشية عرايا في الشوارع، القناة الفضائية مخدراهم ليل نهار، 4000 قناة على القمر الأوروبي، ومئات وآلاف القنوات على الأقمار العربية، كل حاجة تمام. ما تخافش، الأطفال عقولهم تايهة قدام القنوات بتاعة الأطفال اللي بتعرض فيها أفلام أقذر من أفلام الكبار بس كرتون، كل حاجة تمام، ما تقلقش يا إبليس، كل حاجة التقرير طالع تمام التمام. وبيستريحوا آخر اليوم عند الفجر، فجأة هما بيستريحوا يشوفوا منظر رهيب. إيه ده؟ واحد واقف وشه بيبخ نور، ووراه صف واقف وشهم بيطلع نور، وكلهم بيبكم واقفين بيصلوا. بيصلوا ايه؟ الرسول وصحبه بيصلوا الفجر، واقفين بيصلوا. بيعملوا ايه ده؟ يقربوا يسمعوا الكلام اللي هما بيقولوه. ايه ده؟ ايه الكلام ده؟ ده مش كلام، ده نور. ايه؟ كله ينسى بعضه، كله يبدا يتوه مع الكلام ويعيش معاه وينسى بعضه. ايه الكلام ده؟ ده مش سحر، ده احنا اللي بنعمل السحر، احنا بتوع السحر. ده مش سحر، ده اقوى من السحر. هو ده السبب، هو ده اللي خلى ابليس قاعد يداري عننا السنين اللي فاتت، هو ده اللي ابليس كان مرعوب منه. وفي لحظة يا جماعة، في لحظة ينقلب جنود الباطل اللي كانوا جايين عشان ينصروا ابليس لجنود من جنود الحق. الجن اللي ربنا نزل باسمهم سورة الجن، اللي قصتهم في صحيح البخاري، الجن اللي كانوا من جنود الباطل وحصل لهم انقلاب، انقلاب فوري. موضوع حلقتنا الليلة انقلاب، الانقلاب اللي ممكن يحصل لإنسان، ينقله من جندي من جنود الباطل لعمود من أعمدة الحق في الأرض. الانقلاب اللي احنا شفناه قدام عينينا لممثلين وممثلات ومغنيين ومغنيات في العصر الحديث. الانقلاب اللي احنا سمعنا عنه للصحابة ازاي اتقلبوا من ال ايه. الانقلاب اللي احنا سمعنا عنه قبل كده لسحرة فرعون، جنود فرعون اللي كانوا داخلين عشان ينصروا فرعون، وهم داخلين فرعون طبعا هيتجنن من موسى، مش عارف يعمل ايه. استدعوا لي عمالقة السحر في مصر، يعني عمالقة السحر في العالم، هاتولي السحرة الكبار كلهم. يدخلوا الاول اجتماع سري من تحت الترابيزة مع فرعون. أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين؟ هتدينا فلوس؟ هتدينا كنوز؟ هتفتح لنا الخزان بتاعتك وتدينا فلوس؟ مين يا غلابة؟ نعم، وإنكم إذا لمن المقربين. ومراكز، هخليكم مستشارين ووزراء، هديكم مقاعد، هديكم صولجان وهيلمان. يدخل السحرة في اليوم الموعود، يتفقوا مع موسى على اليوم الموعود، يوم شم النسيم، والناس كلها ملايين، المجتمع المصري كله جاي محشود، والهتافات بتهز الأرض هز، واليفط في مناصرة فرعون ومناصرة السحرة مالية كل حتة، والناس واقفة، وفرعون على مكان عالي على العرش، والحاشية من حواليه بتهوى عليه، وقاعد منفوخ، دقايق وهبقى أعظم زعيم في الأرض كلها، دقايق وهثبت لشعبي إن أنا أعظم زعيم في الدنيا كلها. والسحرة داخلين، عمالقة السحر في الأرض داخلين، صدرهم منفوخ، والناس أول ما السحرة بدأوا يطلعوا المنصة، الصراخ اشتد، والهتافات اشتدت، والتصفيق بقى على أشده، والناس كلها بتهتف لهم يلا يا أبطال، يلا أبطال. وقصاد كل المشهد ده الطرف الاخر واحد بس، فرد واحد بس، سيدنا موسى، فرد واحد واقف لوحده ومع العصايه بتاعته، منظر يدمي قلب اي واحد حريص على الحق. زي الوقت كده يا جماعه، الباطل في كل حته، وتلاقي الملتزم ماشي في الجامعه بيذكر ربنا، قلبك يتقطع على منظره، انت بس اللي وسط المجموعه دي كلها. ويطلع الصحراء على المنصه ويقولوا لموسى بقمه الفشخره، يا موسى اما ان تلقي واما ان نكون نحن الملقين. بيترسموا قدام الناس، احنا مش فارقه معانا. قال بل القوا، ارموا الاسلحه بتاعتكم، ارموا وسائل اضلال الناس اللي في ايديكم، ارموا كل اللي في ايديكم يا اهل الباطل، ارموا الموديلات اللي عدتوها للبنات، ارموا القنوات، ارموا النوادي، ارموا كل الوسائل اللي انتوا عملتوها في 5000 خطه وخطه لتغييب العقول وتغييب القلوب وتدمير الناس وتدمير المسلمين وابعادهم عن دينهم. القوا ما انتم ملقون، ارموا كل اللي في ايديكم، انا عارف ان انا معايا الحق، معايا الملك سبحانه وتعالى. فالقوا حبالهم وعصيهم، سبحان الملك، فجأة الحبال والعصية تحولت لتعابين كبيرة، والناس كلها بصت مذهولة، سهول رهيب ساد الناس، وفجأة التصفيق بقى على أشده، والهتافات على أشدها، وفرعون اتنفخ وكبر في الكرسي بتاعه، خلاص لحظات لحظات وهثبت النصر المبين بتاعي،
لحظات وهبقى اعظم زعيم في الدنيا، والصحراء وقفوا وهم في قمة النفخة، ورينا يا موسى انت هتعمل ايه. ويطلع موسى، يطلع بكل ثبات وبكل قوة وبكل بطولة، يطلع موسى والصحراء واقفين، يشق من وسط الصحراء ما يهموش، ويقف وسط التعابين الرهيبة ما يهموش، والناس كلها بتبصله باستهتار واستخفاف. فألقى موسى عصاه، يلقي موسى العصاية بتاعته، محدش ينتبه للي حصل غير لما يسمعوا الصراخ الرهيب بتاع الصحراء، صراخ صدر منهم غصب عنهم. ايه ده؟ الصحراء مبرقين وبصين للمنظر الرهيب اللي حصل. الناس كلها بدأت تبص في ايه. موسى طلع من العصا بتاعته تعبان كبير، اكل ولقف كل التعبين بتوع الصحراء. فرعون يبدأ ينكمش في الكرسي بتاعه ويبدأ يقف وهو مبهوت. الصحراء واقفين هم الوحاد اللي ترجموا المنظر في كل الناس. الناس مبهورة بسحر موسى، انما الصحراء لا، ده مش سحر، ده حق، احنا بتوع السحر، احنا اللي بنعمل السحر، ده مش سحر، ده مش موسى، ده ربنا، احنا مش جايين نحارب موسى، ده احنا بنحارب ربنا. فألقي السحرة ساجدين، وهم ساجدين مناخرهم في التراب لربنا، آمنا برب العالمين. فرعون وقف زي المجنون، انتوا بتقولوا ايه؟ والفلوس اللي وعدتكم بيها، آمنا برب العالمين. امنتوا ازاي؟ والمراكز، المراكز الرهيبة والكراسي اللي وعدتكم بيها، آمنا برب العالمين. انتوا جننتم؟ هقتلكم، هقتلكم ابشع موت، آمنا برب العالمين. هعلقكم في جذوع النخل وهقطع جسمكم حتت، همثل بيكم وانتوا لسه احياء، امنا برب العالمين. لا بصوا لفرعون ولا لجنود ولا للشعب ولا لسيف المعز وذهبه، ما بصوش لحاجه من الكلام ده. انقلب الصحراء يا اخوانا من جنود للباطل في لحظه الى جنود للحق. انقلاب، انقلاب. الصوره دي بتقول لك ان مش، لا لا، مش مطلوب منك شبرين قماش تزودهم في الجيبه بتاعتك عشان يبقى اسمك التزمتي، مش مطلوب منك ركعتين زياده، مطلوب مننا ان احنا نتقلب يا جماعه، تتقلب قلوبنا وعقولنا وافكارنا ومفاهيمنا وتصوراتنا. يا ترى انت ايه اللي اتغير فيك من ساعه ما قلت انك التزمت؟ انت ايه اللي اتغير في قلبك؟ ايه اللي اتغير في مشاعرك؟ ايه اللي اتغير في حياتك؟ ايه اللي اتغير في ليلك؟ ايه اللي اتغير في نهارك؟ ايه اللي اتغير في اخلاقك؟ ايه اللي اتغير في كونك صاحب رساله وصاحب قضيه؟ انقلاب يا جماعه، انقلاب. سورة الجن بتكلمنا عن قصة انقلاب رهيب. قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن فقالوا، استمعوا لايه؟ ربنا ما قالش استمعوا لايه، اصل كلام النبي كله نور، كله نور. اي حاجة هيسمعوها من بق محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام هتبقى نور. احنا كده، احنا كلامنا نور، اللي هيسمع كلامنا يلتزم. انت لما، لو انت بتتكلم في المحمول مع واحد والناس حواليك سامعة في اي مكان عام، يلتزموا من كلامك ليه؟ كلامنا نور يا جماعة، كلامنا كله نور، كله من مشكات الوحي، كله، كله خارج من مشكات القرآن. قل اوحي الي، اوحي الي. هو رسول الله ما كانش عارف ان هما بيسمعوها واقف بيصلي؟ لا، ما كانش عارف. يعني ايه رسول الله يا جماعة؟ كان ساعتها في سوق عقاظ، رايح سوق عقاظ اللي بينه وبين مكة 3 ليالي، رايح يدعو الى الله، واخد الصحابة معاه، معاه انفار من الصحابة، ورايحين يطلعوا يدعو الى الله 3 ايام عشان يدعو الله، ما فيش ولا واحد بيستجيب. النبي راح يدعو البشر، ربنا فتح له في مكان تاني خالص. ربنا بيقول لك اوعى، اوعى يتقالك ان في جهد هيضيع، اوعى يتقالك ان في كلمه هتطلع من بقك وهتضيع. اوعى يا اختي، اوعى يتقالك ان في كلمه دعيتي بيها واحده صاحبتك ما التزمتش انها ضاعت، والله ما ضاعت. اوعى تفتكر ان في مجهود بذلته في الدعوه وراح، ما بيحصلش يا جماعه، ما بيحصلش. ده انت ممكن تدي شريك لواحد صاحبك بعد 5 سنين واحد تاني يلتزم بسببه، ما بيحصلش يا جماعه. انا فاكر احد الاخوه اللي مجتهدين جدا في الالتزام، وانا مره قاعد معاه بعد سنتين يعني، او سنه من معرفتي بيه، وانا مبهور بالتزامه وجهده، فبيقول لي انت عارف انا عرفتك امتى؟ قلت له امتى؟ بيقول لي انت عارف انا اول مره التزمت كانت امتى؟ قلت له امتى؟ كنت انا واقف مع مجموعه بتكلم معاهم في الدين، مجموعه بتكلم معاهم في الدين، مجموعه قدام محل اكل كده، واقف بتكلم معاهم وكل هم منهم يلتزموا. بيقول لي انا ساعتها جيت وقفت في الاخر اسمعك انت بتقول ايه. هو مش من ضمن المجموعه اللي انا بكلمها اصلا، يعني مش من ضمن الناس اللي انا واقف معاهم. الناس اللي انا واقف معاهم ما فيش ولا واحد فيهم التزم، فيما اعلم، معرفش. اهو ده بعد كده سبحان الله العظيم التزم، وكانت البدايه الكلمه دي، وكانت البدايه الوقفه دي، وبقى ما شاء الله. يا اخوانا مفيش مجهود بيضيع. انا ممكن اكون بكلمكم دلوقتي ما تعرفش كلمتك مين اللي هيشيلها، انا ما اعرفش مين اللي قاعد قدامي دلوقتي. ممكن واحد من اللي قاعدين قدامي دلوقتي هو اللي هيحرر فلسطين بكره، ممكن طفل صغير نايم على رجلين امه بيفتح عينيه ويغمضها وعينيه اتفتحت معاه الوقت لما سمع كلمه طفل، هو بكره اللي هيحرر الامه وهيبقى الخليفه. ممكن يبقى واحده قاعده قدامي دلوقتي هي هتبقى
ام صلاح الدين الجاي. ممكن واحد قاعد معايا قدام دلوقتي هيبقى صاحب مشروع خيري يطعم فقراء الامه كلها. ممكن واحد قاعد قدام دلوقتي هيلتزم على ايده الاف. واحده قاعده قدام دلوقتي هتلتزم على ايدها مكانها دفعتها كلها. ممكن يا جماعه قاعد قدام دلوقتي داعيه هيبقى داعي الى الله، ربنا هيفتح على ايده قلوب يامه. ممكن واحده قاعده قدام دلوقتي ربنا هيجعل يسلم على ايدها الاف مؤلفه من الكفار. ممكن يا جماعه ما نعرفش، محدش يعرف والله العظيم، محدش يعرف. ممكن الواحد يجي يوم القيامه على حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعاد اللي النبي قبل ما يموت بساعات بايام قلائل ضربوا بيننا وبينه عليه الصلاه والسلام، جاي معاك الا التزموا على ايديك يا رسول الله، دول ثمره كفاح يا رسول الله، ثمره دعوتي باذن الله. تلاقي امم جايه، دول مين دول؟ دول ثمره دعوتك. انا ما دعيتش دول، انا ما اعرفش غير دول، لا دول ثمر الكلمات انت قلتها وربنا حملها على لسان ناس تانية وايدين ناس تانية ووصلها لمكان تاني والتزموا بايديك. ما تعرفش. اوعوا يا جماعة استمروا في الدعوة، ما تعرفوش. سورة الجن نموذج صارخ لان مفيش كلمة بتضيع بعد سورة نوح. نوح 950 سنة بيدعو في البشر ما استجابوش، البشر كفروا، ربنا بيقول لك اوعى تيأس، اهو الجن اسلموا. اوعى يتقالك ان في مجهود ضاع، يا رب 950 سنة ضاعوا، لا اهو مجهود من النبي ما ضاعش اهو. اوعى يتقالك ان المجهود بيضيع ولا الدعوه بتضيع. طيب يا رب انت حكيت للنبي سوره الجن ليه؟ ليه يا رب؟ بيفرح قلب النبي عليه الصلاه والسلام. ربنا بيفرح قلب النبي، بيفرح قلب النبي بايه؟ ان في ناس دخلت في الدين. يعني اللي بيفرح قلب النبي انه يعرف ان في ناس دخلت في الدين، اللي بيفرح قلب النبي انه يعرف ان في قلوب اتفتحت لرحمه الله، اللي بيفرح قلب النبي انه يعرف ان في ناس انقذت من النار. فرح قلب النبي بقى، فرحي قلب النبي، فرح قلب النبي بدعوتك الى الله، فرحي قلب النبي بانك تعهد ربنا انك تبقي داعيه في كل مكان تروحيه، فرح قلب النبي بالتزامك، فرحي قلب النبي بعفافك، فرح قلب النبي بقيامك، فرحي قلب النبي بصيامك، فرح قلب النبي بانك تتمسك بدينه وتدعو لدينه، فرحي قلب رسول الله. هتفرح قلب رسول الله في الدنيا وفي الاخره بايه؟ والله يا اخوان كل ما الواحد يسمع من حد رؤيه شاف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لي، يعني حصلت اكثر من مره، يقول لي شفت النبي عينيه حمراء يعني حمرة من شدة البكاء وهو بيبكي ببكاء شديد، او سبحان الله من الحزن على الامة، من الحزن على احوال الامة. دايما يعني بشوف الرؤى دي يقول لي ان النبي كان بيبكي من شدة همه على الامة، من شدة همه على احوال الامة، زي ما كان بيبكي في قيام الليل وصدره بيغلي عليه الصلاة والسلام من شدة همه على احوال الامة. يا جماعة عايزين نفرح قلب رسول الله، هنفرح قلب رسول الله بايه؟ اوعوا تستقلوا كلمة. الداعية عامل زي واحد مسافر العريش مثلا من القاهرة ومعاه كيس تمر، طول ما هو ماشي ياكل تمرايه ويرمي النقايه، ياكل تمرايه ويرمي النقايه، الطريق كله صحراء. فبعد 10 20 سنه قضاهم في العريش وهو راجع فلقى الطريق كله نخل، فبيقول ايه ده؟ النخل ده اتزرع ازاي؟ انا وانا جاي من 10 سنين ما كانش فيه نخل. قالوا له ده انت اللي زرعته. انا؟ ازاي؟ النوى اللي انت رميته، الكلمه اللي انت رميتها في الشله وانت واقف معاه، الكلمه اللي انت قلتها لصاحبك، الكلمه اللي انت قلتها لجارتك، الشريط اللي انت اديته في ميكروباص ولا في تاكسي ما تعرفش ركب معاه بعد كده حد، الحد ده التزم وكسب ملايين الحسنات في ميزانك انت. قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرانا عجبا. اول كلمه قالوها هي سر الانقلاب يا جماعه، القران يا اخواننا، القران يا جماعه، كتاب ربنا سبحانه وتعالى، كلام الملك، كلام الله، هو ده سر الانقلاب العظيم. سر الانقلاب كله عجب. عارفين يعني عجب؟ عجب يعني حاجه ما شفناها زيها قبل كده، مش ما سمعناها زيها قبل كده. عارف لما تبقى ماشي على الطريق السريع فانت متعود ان في شجر على اليمين والشمال، شجر عادي، فجاه لقيت منظر شجره رهيب، منظر عمرك ما شفته، فوقفت. اول حاجه وقفت، لازم تقف، القران لازم يوقفك، ما ينفعش ما تقفش. وقفت، ولما وقفت شديت، وبعد ما عديت بقيت بتكلم كل واحد على المنظر اللي انت شفته. اهو القران كده، لازم تقف ولازم يغير فيك حاجه، لازم قرانا، القران بيغير. اعرف مجموعه في امريكا عامله جمعيه في امريكا للدعوه للاسلام. المجموعه دي كانت ايه؟ يعني واحد خارج من مسجد صلاه الفجر لقى مجموعه من يعني بتوع التنصير بيوزعوا منشورات فغار، قال طب واحنا ديننا ما بقاش كده ليه؟ ما نوزعش ليه احنا كمان؟ بدا يوزع ورق لغايه ما مره سمع قول الله وجاهدهم به جهادا كبيرا. قال الله، طب احنا بنوزع كلام الناس ليه عن الاسلام؟ بنوزع كلام ربنا عن الاسلام، بنوزع قران. بدا يطبع المصحف باللغه الانجليزيه ويبعته للي عايز. بعتوا 4000 مصحف ل 4000 واحد طلبوه، رد عليهم 1000 ان هم اسلموا،
ألف واحد من 4000 بعتوا الواحد بعد 3 أيام اتصل بيهم قال لهم أنا أسلمت. قالوا ازاي؟ قال لهم انا الكتاب ده من ساعه ما بدات افتحه مش قادر اعمل اي حاجه ولا اشيل عيني من عليه لغايه ما خلصته في 3 أيام. ده لا يمكن يكون كلام بشر ابدا ابدا. ناس في امريكا بيتكلموا مع واحد في الجيش الامريكي، واحد في الجيش الامريكي فمش مسلم الراجل ده، بيقول لهم هو ايه ده، في إيه؟ احنا كل ما نبعت فرقه من امريكا للعراق فرقه كبيره يرجع لنا الفرقه في ميعاد رجوعها فيها 5000 واحد اسلموا، 5000 واحد بيسلموا في كل فرقه نبعتها للعراق. هو في ايه؟ القران يا جماعه، القرآن له قدرة تغييرية رهيبة، قدرة انه يقلب حياتنا كلها، قدرة انه يغير حياتنا كلها، قدرة انه يغير فينا كل شيء. احد الناس الامريكان بعتوا له المصحف، رد عليهم بعد شهرين قال لهم انا اسلمت. قال له طب انت اتأخرت ليه؟ قال لهم انا لما اسلمت، لما قريت القرآن اسلمت بفضل الله، فاهلي حسبوني اتجننت، قاموا مدخليني مصحة نفسية لمدة شهر عشان اتعالج. قلت الحمد لله عشان ما يبقاش ورايا غير ان انا اقرا القرآن، اعيش مع كلام ربنا سبحانه وتعالى. القرآن يا جماعة، القرآن اللي قلب حياة الصحابة، القرآن امال احنا بنلتزمنا ليه اصلا؟ هو بسبب القرآن، بسبب القرآن هو اللي قلب حياتنا، هو اللي خلى عمر يسلم، هو اللي خلى كل الصحابة تدخل في الدين، القرآن اللي غير حياة العالم كله، القرآن اللي خلى السلف كلهم يوصلوا الليل بالنهار في العبادة والعلم والدعوة والجهاد. إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد. ده احنا كنا تايهين، ده احنا كنا ضايعين، الحمد لله فآمنا به، ولن نشرك بربنا أحدا، مش هنرجع تاني. الطريق ده حطينا رجلينا فيه مش راجعين تاني، احنا مصرين على الطريق ده، احنا مصرين على الطريق ده بعد ما عرفناه. مين دول يا جماعة؟ دول اخر ناس كان متوقع انهم يسلموا، اخر ناس. عارفين اخر لما الواحد بيشوف ساعات شباب لما بيشوفهم اخر شباب كان متوقع انهم يلتزموا في دفعتهم وفي الجامعة كلها، هم اخر واحدة كان متوقع تلبس نقاب فلانة لبست نقاب وتاني يوم كمان بتدعو الى الله، تالت يوم كمان بتحفظ قرآن وبتحفظ، فلانة سبحان الهادي سبحان الله العظيم. دول يا جماعة اخر ناس كان متوقع. عارفين عمر بن الخطاب لما كانوا بيقولوا عليه قبل ما يسلم لو اسلم حمار عمر لما اسلم عمر، عمر بن الخطاب يبقى الفاروق، يبقى خليفة المسلمين اللي نشر الاسلام في العالم، كان عمر بيتقال عليه. كان عارفين قاتل المئة اللي قتل 100 نفس وتاب بعدها؟ لو كنا روحنا القرية بتاعته سألنا كل اهل البلد مين اخر واحد ممكن يلتزم عندكم، البلطجي اهو قتل القتلة، ده السفاح، ده هو السفاح اللي الناس عنده عاملة زي فخ الجمعية، ده هو ده اخر واحد ممكن يتوب، هو اول واحد تب في البلد، هو اللي تب في البلد كلها اصلا. دول اخر ناس كان متوقع. زي الوقت يا جماعة بنشوف ناس ازاي دول تابوا وبقوا دعاء وبقوا بينشروا الهداية. سبحان الهادي، ما تيأسوش من حد ولا تيأسوا من نفسكم ابدا، والله العظيم النور موجود وكتير كتير، بس جوه عايز بس الطبقات اللي عليه دي تترفع شوية. مين دول يا جماعة؟ دول ناس لحقوا ايه؟ لحقوا قطار التوبة، لحقوا الانقاذ، لحقوا قصة سورة الجن. بتفكرني بحسن الخاتمة، بتفكرني بالناس اللي لحقت انها تتوب. احد الشباب كان ماشي، الشباب الملتزم ماشي في شارع من شارع القاهرة، وهو ماشي لقى شاب مشغل الكولايزر بقى والسكسكة وطاقم الصوت بتاعه، وماشي ورا مجموعة بنات ممن يعني ايه ربنا يهديهم ويتوب عليهم، وقاعد يعكس فيهم ومشغل الاغاني. فصاحبنا الاخ الملتزم عدى وماله بالكلام التعبان ده، ده دماغه يعني. فبعد ما مشي قال طب حرام، طب انا سيبي المنظر ده ليه؟ طب انا انصحه، انا ازاي اشوف منكر واسكت؟ ازاي اشوف ضلال؟ طب اقول له كلمه، اقول له حاجه، اعذر الى الله لما يسالني عن المنظر ده؟ فرجع له، فبدا يكلمه يا اخي والموضوع والحكايه والروايه وربنا والجنه والنار والاخره واللي انت بتعمله ده واليمين والشمال ملكين، اللي هيكتب اللي انت بتعمله ده اليمين ولا الشمال، ولو مت هتعمل ايه؟ قعد يقول له الكلام البسيط اللي قدر يقوله له. فالشاب اتاثر جدا وعينيه دمعت، قال له طب ما تسيبنيش، طب اعمل ايه؟ سبحان الله العظيم، قال برنامج كلامه أثر، فضل ينزع بقى وفضل يقول له تعمل ايه والصلاة وما تسيبش الصلاة ابدا، وقال له طيب انا نفسي انك تتابعني، اوعى تسيبني الله يخليك، ما تسيبنيش. الكلمة اللي بنسمعها من كل الشباب، ما تسيبونيش احنا في رقبتكم، الكلمة اللي بنسمعها من الكل. فخدوا نمرة بعض ووعدوا ان هو هيزوره وعرف مكان عنوانه. بعد اسبوع افتكر الشاب ده، راح يزوره في بيته، راح يترك الباب بيخبط على الباب، فطلع راجل كبير ابوه، فبيقول له لو سمحت حضرتك فلان موجود. فالابو نظرة اسف ترتسم على وشه ونظرة حزن، بيقول له فلان ابني الله يرحمه ده مات يا ابني، انت مين؟
الله يرحمه الله يرحمه فلان مات، قال له انا فلان، قال له انت اللي بسببك ابن ربنا هداه وانقذه، انت اللي بسببك ابن ربنا سبحانه وتعالى تاب عليه من اللي كان فيه، انت اللي بسببك ابن ساب الاغاني، انت اللي بسببك ابن كان محافظ على الصلاه بفضل الله لغايه ما مات، انت اللي ربنا انقذ ابني بيك، ربنا يبارك فيك يا ابني. قال له سبحان الله يا جماعه، واحد انقذ قبل ما يموت بايام، بساعات يا اخوانا بساعات. حسن خاتمه ايه سوره الجنه ايه، احد الناس من القاهره من هنا وكان في وظيفه يعني ايه وظيفه مرموقه شويه، وكان لا بيصلي ولا مراته محجبه وظالم لام وابوه مفتري، فبيقول يعني مراته بتحكي بتقول جالها فجاه لا ايه ده، قالت له ايه، قال احنا ما بنصليش، قالت له اه ما بنصليش، قال لها طب وبعدين، قالت له يعني نعمل ايه، قال لها نصلي، قالت له طب خلاص نصلي، فبدا يصلي هو ومراته. خلاص تاني يوم فجالها قال لها وايه ده، قالت له ايه، قال لها انت مش محجبه، قالت له طب وبعدين، قال لها تحجبي، لا تخاف من ربنا سبحانه وتعالى، قالت له اتحجب لبست حجاب. تالت يوم قال لها وفي ايه، قالت له ايه، قال لها انا امي وابويا انا ظلمتهم، امي وابويا كانوا مسافرين بره في السعوديه، امي وابويا انا ظالمهم، انا لازم اتصل بيهم اصالحهم. اتصل بام وابوه، ام وابوه كانوا مش مصدقين اصلا، وقعد يستسمح 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 لغايه ما ام وابوه كانوا مش قادرين يصدقوا هو بيعمل كده ليه، ده ابننا ده ولا مش ابننا. رابع يوم سمع عن بنت يتيمه عايزه تتجوز وعايزه فستان فرح، فنزل لمحافظة تانية يسافر عشان يجيب لها فستان الفرح اللي هتتجوز بيه، وخد مراته وابنه معاه، وهو فقبل ما يسافر جمع الظهر والعصر، جمع طبعا من غير قصر في البلد بتاعته، فمراته بتقول له طب العصر ما ادانش لسه، قال لها معلش ما حدش ضمن عمره، وهو في الطريق في الطريق عشان يجيب فستان الفرح للبنت اليتيمة العربية اتقلبت بيه، مات مراته وابنه خرجوا سلام، وهو مات انتقل الى رحمة الله بإذن الله سبحانه وتعالى. يا جماعة ربنا سبحانه وتعالى لما بيريد عبد بيجيبه، لو ارادك هيجيبك، لو ارادك هيجيبك، احنا نقول يا رب بس، احنا نوري من ربنا لربنا من انفسنا خير، وربنا هيرفعنا وهيحفظنا ويحسن خواتمنا سبحانه وتعالى. احد الشباب هنا في القاهرة في مصر الجديدة، شاب يعني مات وعنده 25 سنة، وكان بيصوم صيام سيدنا داود يوم ويوم الله يرحمه، وكان حافظ القرآن وبيحفظ القرآن للشباب. الشاب ده لما مات واحد من الشباب شافه في الرؤية بعد ما مات، فبيقول له انت مش زعلان على شبابك، مش زعلان انك مت وانت عندك 25 سنة، قال له ازعل ازاي وانا بفطر واتغدى واتعشى مع سيدنا عثمان رضي الله عنه. سيدنا عثمان سيدنا عثمان مات وهو صايم الله يرحمه رضي الله عنه، وده كان بيصوم صيام داوود الله يرحمه الله يرحمه. يا جماعه دول مين؟ دول ناس ربنا انقذ خواتمهم، ربنا احسن خواتمهم، ربنا اراد ان هم ما يموتوش على الضلال اللي هم فيه. دول مين يا جماعه؟ مين الجن دول؟ الجن دول جنود للباطل واتقلبوا جنود للحق. لما باجي افكر الوقت مين جنود الباطل اللي مالين الدنيا؟ الممثلين والممثلات. واحد هيقول لي ايه انت يا جماعه احنا نضحك على بعض، هنقف قدام ربنا سبحانه وتعالى، هنقف وكل واحد يعرف هو كان بيعمل ايه كويس قوي، هنقف قدام الملك الجليل بعد ما ننزل تحت التراب كذا الف سنه. افتكر قصه الممثله الله يرحمها الله يرحمها اللي كانت شابه صغيره وكان ناس كتير جدا بيحبوها، وكانت سبحان الله بتحكي هذه الممثله قصه انقلاب بقى، ان هي كانت ليها ميول دينيه ولكن حبها للشهره والاضواء عماها عن الموضوع ده، فكانت بتولد مره، وهي بتولد ولاده طبيعيه، قعدت 3 ايام مفيش ولاده خالص، قاعدين يدوها طلق مفيش ولاده لغايه ما جالها نزيف وكانت هتموت، وعملوا لها ولاده قيصريه. بعد هذا الامر خرجت الولاده القيصريه، نامت في المستشفى اسبوع وهي في حاله احياء رهيبه، طبعا تكاد تموت بسبب الموضوع ده، يعني ربنا يعافي نساء المسلمين كلهم. بتقول لما جت تهم بالخروج من المستشفى رجلها اليمين ورمت في ايه، جلطه في الرجل اليمين جلطه، فبدات تفتكر انا 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 لازم اكون غلط، انا غلط، انا لازم اتوب اللي انا فيه، دي رساله ليا من ربنا، انا لازم اسيب التمثيل، انا لازم افوق بقى، انا اللي انا بعمله ده حرام وانا عارفه ان هو حرام، ولكن ما قدرتش تاخد القرار. رجعت بيتها تتعالج من الجلطه، بعد لما الجلطه دي تقل رجلها الثانيه بدات تورم بصوره اخطر، في ايه، جلطه في الرجل الثانيه، جلطه في الرجل الثانيه، وبدا الموضوع يا جماعه يبقى خطير جدا، وبدات يحصل لها حاله اعياء استنزاف واستهلاك شديد جدا، لغايه ما مره كان حواليها جوزها ودكاتره وقرايبها، بتقول فجاه حست بهبوط رهيب، وفجاه لقت نفسها بقى شويه بحاجه، وواحد جنبها بيقول لها قولي لا اله الا الله. بتقول ساعتها افتكرت ايه الدنيا دي، ايه الدنيا، انا لو مت ربنا الوقت، لو مت هقابل ربنا اقول له ايه، انا لو مت الوقت هروح لربنا اقول له ايه، هقول لربنا ايه على عمري اللي ضيعته ده، على المعاصي اللي عملتها،
على التبرج اللي انا عملته، هقول لربنا ايه على عمري اللي فات. ساعتها قررت انها تتوب، بتقول فتره ولقت نفسها فاقت تاني، بتقول لما فتحت عينيها لقت كل اللي حواليها بيبكي، وده بيصلي وجوزها بيعيط وده بيدعي ربنا في ايه. الدكتور قال لها انت اتكتب لك عمر جديد، كانت خلاص على وشك الموت وربنا انقذها. صممت انها تتوب المره ديت، وقامت من المرض اللي هو رساله ربنا بعتها لها عشان تتوب بكرمه سبحانه وتعالى، وقالت فلانه الممثله ماتت ومش هتعيش تاني، وفلانة الجديدة التائبة الى الله سبحانه وتعالى هي اللي هتتعاملوا معها بعد كده. وبعد سنتين تبتلى بمرض وربنا سبحانه وتعالى يقدر انها تموت بعد ما تابت بفضل الله، تموت على خاتمة التوبة، وتموت هذه الممثلة لعل كثير منكم يعرفها الله يرحمها. انما انا بقول الكلام ده ليه يا جماعة؟ انا عايز اقارن لكم ما بين خواتيم الممثلين والمغنيين والفنانين اللي تابوا وخواتيم اللي ما تابوش، ما بين دول حصل لهم ايه ودول حصل لهم ايه. كلمة حق، كلمة حق لله سبحانه وتعالى. انا زرت بنفسي واحد كان اشهر بيانست في مصر، زرته في البيت بعد ما تاب الى الله سبحانه وتعالى. الراجل ده كان بيشع ايمان والله العظيم، مات. لما مات مشينا في جنازته، اصحابه بتوع العزف كانوا عايزين يحضروا الجنازة والله العظيم يا جماعة، رحنا دفناه والدفن دفن شرعي، دفناه واحنا خارجين والناس خارجة لقوا العازفين اصحابه عايزين يدخلوا يقفوا على جنازته، تاهوا. ربنا عماهم عن جنازته عشان لا يقفوا على قبره ولا يصلوا عليه. ربنا حماه من ان يقول يقفوا على قبره او يصلوا عليه. يا جماعة يعني يعني انا شفت واحد كنا في قاعدة كده مع بعض الدعاء، فقالوا لي ده فلان، فانا حتى افتكر فلان، يا رب فلان ده انا عارفه، يا رب الاسم ده، يا نهار ابيض فلان ده، انا مرة حكيت قصته في درس من الدروس اللي كنت بديها في المسجد، فلان اللي صبح. بس انا لما حكيت قصته اخر خبر في القصة كان انه تاب، انما انه بقى داعية سبحان الملك لما بيكرم. فلانة الممثلة اللي عملت افلام ياما يعني ايه صعبة جدا يعني، وربنا تاب عليها ولبست الحجاب واتجوزت من داعية من الدعاء الكبار، وهي مرة بتصلي الظهر تموت فجأة وهي تصلي بين يدي الله سبحانه وتعالى. خواتيم اللي تابوا، اللي ما تابوش بقى، اللي ما تابوش يا جماعة، فلانة اللي ماتت منتحرة بعد ما كانت ايه سندريلا، فلانة اللي ماتت مقتولة على ايد جوزها كان بيشك فيها، فلان اللي راح في غيبوبة حسب ان هو مات ولما نزل تحت التربة صحى تاني ومات هو جوه التربة، فلان اللي مات في اوضة زنا، ممثلين كلهم فنانين كلهم، فلانة اللي ماتت بسرطان كانوا بيسموه عندنا في الطب كانسر اوف بروستيتيوتس، سرطان العاهرات، الله يرحم المسلمين جميعا. فلانة احد الاخوة قال لي ان هو شاف رؤية لواحدة تعد كانت اشهر مطربة في القرن اللي فات، بيقول واقفة على المسرح والناس كلهم واقفين قدامها وحوالين رقبتها طوق زي طوق حديد كده، بيقول تقوم تغني شوية يقوم الناس يقعدوا ايه يتميلوا كده يعني من الطرب، تقوم تسكت يقوم الناس يقعدوا ينطحوا في بعض وهكذا، وهي طوق حديد حوالين رقبتها ربنا يعافينا. واحد تاني اخ اعرفه شاف رؤيا لاحدى الممثلات الموجودين في الواقع الوقت المشهورات جدا، شاف ان هي في قفص والقفص فيه نار، النار تهب من مكان تجري على المكان التاني، تقوم تهب نار من المكان اللي جرت عليه تقوم تجري على المكان التاني، وقعدت تصرخ والنار تطاردها، فبيقول لها في رؤيا انت مين؟ قالت له انا فلانه. سبحان الملك العظيم اللي يعني لو احنا عارفين اسمها يعني. ربنا يتوب على المسلمين جميعا، اللهم امين يا رب. احد الممثلين اللي يعني احد الممثلين المشهورين ويعني توفاه الله سبحانه وتعالى، احد الشباب عندنا شاف له رؤيه ان هو يعني واقف معاه، فالممثل بيقول له انا هعدي من على الصراط ازاي؟ قال له في ناس بتعدي زي الريح وناس بتعدي زي البرق وناس بتعدي زي الخيل وناس بتعدي بتحبه، يعني كانه بيساله مش داري اصلا بكلامه، بيقول له انا هعدي من على الصراط ازاي؟ فجاي عيد تاني قال له انا هعدي من على الصراط ازاي؟ وقعد يصرخ هعدي من على الصراط ازاي؟ وصحى من الرؤية. خواتيم دول وخواتيم دول مين يا جماعة؟ دول جنود للباطل اتقلبوا جنود للحق، جنود للباطل، لازم كل واحد يبقى جندي للحق. عايزين انقلاب يا جماعة، عايزين انقلاب حقيقي في حياتنا. الناس دي ربنا سمى اسمها صورة ليه؟ لان هم وقفوا، وقف لما لقى حاجة وقف لازم تقف، ولانهم سمعوا استمع نفر من الجن، لازم نسمع كلام الحق، ولانهم اتغيروا فورا فقالوا فوريا، تغيير فوري، تغيير احنا اتغير فينا ايه، ولانهم انقلبوا ما خافوش، ما قالوش هنعمل ايه في ابليس ده عدد المسلمين مع النبي دهوت شويه انفار واحنا شويه انفار، هنعمل ايه وهنرجع للجن ازاي؟ دول ربنا كرمهم، دول صحابه
السلف قالوا عليهم صحابة، دول اول من اسلم برسول الله من الجن، زي ابو بكر اول من اسلم من البشر كده، دول اول من اسلم برسول الله من الجن، ابو بكر اول من اسلم من الرجال، خديجة اول من اسلم من النساء، دول اول من اسلم من الجن، دول بيسموهم صورة من صور القرآن، دول من عظمائنا يا جماعة، دول سلفنا، دول من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما باعوا شوف ربنا رفعهم ازاي، شوف ربنا عمل لهم ايه، شوفوا ضحوا قد ايه ووقفوا في وش جن الارض كلهم وشياطين الارض كلها، ولكن شوفوا ربنا رفعهم ازاي سبحانه وتعالى. يهدي الى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا احدا. بعد كده الناس دي بقى الكلام اللي بعد كده كلام غريب، كلام غريب يا جماعة. الناس دي رجعت تاني، الشباب الرهيب ده هو نزل الجامعة تاني، نزل النوادي تاني، نزلوا الدنيا تاني، نزلوا أشغالهم تاني، نزلوا السوق تاني، بس بنظرة جديدة. لما الإنسان يبص على الماضي بتاعه بنظرة جديدة تماما، بيبص بنظرة تانية خالص خالص. رجعوا بقى، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. هم يدوا هم بيقولوا هو في سورة الأحقاف في برضو وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يا قومنا ايه ان سمعنا كتابا انزل من بعد موسى، من بعد موسى ما قالوش عيسى ليه، كانوا يهود، انما دول ما اتخذ صاحبة ولا ولد كانوا نصارى. كأن الدين ده قوي جدا، اكتسح كل الاديان، اكتسح كل الحضارات، اكتسح كل البلاد، دين قوي، كتاب قوي، بس مين الرجالة اللي تجيله. وانه كان يقول سفيهنا على الله شططا. لما الانسان يفوق بقى يا جماعة، ايه ده، ايه اللي كان بيتقال على ربنا ده، ايه اللي احنا كنا بنعمله ده، احنا ازاي كنا عايشين العيشة دي، بتوع هولندا اللي كانوا بيقولوا اللي كانوا عايزين يحرقوا المصحف، واحنا لسه شباب، لسه حبيب قلبي فانستروي نفسك تعرف عمل ايه في الماتش الاخراني لعيب هولندا، وعايز تعرف ادجار ديفيدز عمل ايه وتلبس الفانيلا بتاعته، لسه حبيب قلبي، لسه اللعيبه بتوع هولندا والفانيلا، لسه السلام بتاع النيجرز بنسلم بيه بعد ما اكتشفنا الناس دي بتكره الاسلام قد ايه وبتعادي الاسلام قد ايه، لسه بتسمع مسلسلات اغاني اجنبيه، لسه بتتفرج على تمثيلات اجنبيه بعد ما عرفنا الناس دي بتكرهنا قد ايه وبتكره ديننا قد ايه وبتحقد علينا قد ايه، لسه يا جماعه لسه بنتفرج على الناس دي ولسه بنحترمها ولسه هم قدوتنا. وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا، وأن ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. كنا بنحسبهم قدوات، اكتشفنا أنهم نصابين، اكتشفنا أن القدوات بتاعتنا اللي كنا ماشيين وراها شوية نصابين، الشباب اللي معلق صورة جفارة على العربيات وعلى المحلات بتاعته ده ملحد كافر شيوعي، مات وهو كافر ملحد بيدافع عن الشيوعية. الناس اللي منبهرة بالمغنيين الغرب والممثلين الغرب، دول نجوم من ورق، دول من السوبر ستارز، السوبر ستارز بتاعتنا ابو بكر وعمر ومعاذ وسلمان وفاطمه وام كلثوم، دول السوبر ستارز بتاعنا، انما دول نجوم من ورق، سيلفستر السلوني، الوحوش اللي بيحاربها من قدام الشاشه، شويه ورق ميد ان شاينا، شويه لاعب بلاستيك ميد ان شاينا، مش براء ابن مالك اللي رمى نفسه من فوق الحصن وفتح الحصن ومات والاسلام بيفتح ليه بلد من البلاد. وان ظننا ان لن تقول الانس والجن على الله كذبا، لا طلعوا كذابين، طلعوا نصابين. ما تنبهروش بالغرب يا جماعه، ما تنبهروش بقدوات ضاله، ما تنبهروش بمفكرين اصلا علمانيين، علمانيين جاحدين للاسلام جاحدين لدينهم، ما تنبهروش بجرايد علمانيه حقيره، ما تنبهروش برموز فكريه ضايعه، ما تنبهروش بناس سموهم نجوم وهم لا نجوم ولا حاجه، وناس سموهم عظماء وهم العظماء ولا حاجه. وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. كان في رجالة من الانس بيروحوا للجن عشان يتحصنوا بيهم فزادوهم رهقا، ارهقوهم. هي دي عاقبة كل واحد دور على السعادة في غير طريق ربنا، هي دي عاقبة كل واحد دور على الراحة في غير طريق ربنا، ارهق، رهق، مرهق. الانسان المرهق ده اللي مش قادر، تعبان عايز يستريح ومصمم يكمل، الشاب يسقط سنتين بسبب علاقة عاطفية وابوه يطرده من البيت ويفشل في دراسته ويتحطم نفسيا ومصمم يكمل، الشاب ياخد جرعة مخدرات يتنقل المستشفى هيروح فيها ويدخل عناية مركزة ومصمم يكمل، البنت حياتها ومشاعرها ودراستها تتحطم ونظرة الناس ليها تتحطم بسبب علاقة مع ولد ومصممة تكمل، فزادوهم رهقة. مجتمع مرهق، شعب مرهق، كله مرهق، شباب مرهق، بنات مرهقة، كله مرهق، لان كله بيدور على سعادته في غير طريق ربنا سبحانه وتعالى. وانه كان شباب
يعني عندهم اكتئاب يعوذون بالاختلاط والحب عشان يرفعوا عن نفسهم فزادوهم رهقة، وأنهم كانت بنات سنهم كبر وعايزين يتجوزوا يعوذون بالصفور والتبرج والمكياج والاختلاط فزادوهم رهقة، زادوهم رهقة. الواقع اللي احنا عايشين فيه يا جماعة، الواقع اللي احنا عدنا عايشين فيه، الرهق اللي الناس فيه. الشاب يقولك انا خايف التزم، يا ابني يا ابني اتقي ربنا، يا ابني ده انت حرام عليك الخنقه اللي انت خانق نفسك فيها. كنت في المسجد من ايام، شاب من الشباب دخل، الشاب واقف يكلمني بعد صلاه الفجر، عينيه مبرقه والله العظيم يا جماعه، انا يعني انا مش عارف دموعي نزلت ولا لا، انا مش عارف، انا بس يقين القلب بكى وانا قدامه، عظم وشه باين، الشاب شارب واخ يعني ايه شافه بره واقف مع شله فبيقول لهم تعالوا صلوا الفجر، قالوا له لا، قال لهم طب واحد يجي، قال له انا جاي معاك. الولد فكرني بمنظر، عايز يتغير، عايز يطلع من الوقف ومش قادر. بقول له حبيبي انت عندك كام سنه؟ قال لي 29 سنه. بقول له انت بتشتغل؟ قال لي لا. ده هيفوق امتى؟ وهيشتغل امتى؟ وهيفوق لمستقبله وهيبني حياته امتى؟ ده هيفوق امتى من اللي هو فيه؟ بيقول لي انا شارب كل حاجه، بس انا هتغير، بس انا هبقى كويس. والله يا جماعه كلام يقطع القلب، كلامه يقطع، يمزق القاء القلب. افتكرت منظر كان في عالم الحيوان، شفته غزاله وقعت في بركه طين لزجه فاتحبست فيها وراسها اللي باينه بس ومش عارفه تتحرك، فضلت محبوسه لغايه ما جه اسد حط راسها في بقه مره واحده التهمها وهي مش قادره تتحرك. ده واحد وقع في بركه طين لغايه ما الشياطين تلتهمه مش قادر يعمل حاجه. بعد شويه لقيت واحد صاحبي جاي من المسجد تاني بيقول لي ده انا جالي شاب لقيته بينادي عليا من المسجد بيقول لي عايز اتغير وعايز اتوب ومش عارف اعمل ايه. هو نفسه الواد هيتجنن يا عيني، هيتجنن، مش عارف يخرج من اللي هو فيه، محطم نفسيا وبدنيا. الشباب يا جماعه الوقت اللي المخدرات محطماه، اللي كل قضيته 180 جنيه كل يوم يجيب جرام هيروين و20 جنيه يجيب 3 علب سجاير، والشباب اللي معهوش شركات الادويه بتاع اليهوديه اللي عندنا في بلادنا بتنزل له الحبوب بتاعه الكيمياء باسعار مخفضه جدا وباغراق للسوق عشان يتدمر. الشباب دول يا جماعه اما يوصلوا 40 سنه هيبقى صحتهم ايه؟ دول اللي هيشيلوا البلد بكره؟ دول اللي هيشيلوا الامه بكره؟ ده ناس جسمها تسمم بالمخدرات، ده منتظرهم 1000 سرطان وسرطان في كل عضو من اعضائهم يتسمم بالمخدرات، دول هيشيلوا ايه دول؟ وهيعملوا ايه دول؟ فعندنا في الطب في مقياس لقياس درجه الغيبوبه. درجة الغيبوبة يعني عشان نعرف العيان ممكن يرجع ولا لا ولا يموت. انا لو عملنا الوقت مقياس لقياس درجة غيبوبة الامة يا ترى هنعمل ايه؟ القناة اللي بدل ما تعمل نشط اخبار غزة والعراق عملت نشط اخبار الفنانين، فلانة اتجوزت وفلانة اتطلقت وفلانة مضت عقد وفلانة اتنيلت وفلانة سبحان الله. انتوا عايزين ايه؟ عايزين ايه من المسلمين؟ عايزين المسلمين ينسوا غزة ويفتكروا فلانة؟ عايزين المسلمين ينسوا العراق ويفتكروا ايه؟ انتوا عايزين ايه؟ قولوا على نواياكم. كل بنت متبرجه ماشيه في الشارع، كل بنت متبرجه منظرها يكسف. البنت دي والله يا جماعه ما هي بنت محطمه، ده بنت بتعبر عن اب واخ وام محطمين دينيا. كل بنت متبرجه وبتهزر بالايد مع الشباب في الشارع واحده وراها بيت محطم. كل شاب ماشي بعقد وماشي في الشارع حاطط عقده حوالين رقبته وراه بيت محطم. احنا وصلنا لايه يا جماعه؟ وصلنا لايه؟ وصلنا لايه؟ فزادوهم رهقه. الارهاق اللي بقى المجتمع فيه ده هنفوق منه ازاي؟ هنطلع منه ازاي؟ فزادوهم رهقة. احد الشباب يعني اتصل بواحد زي صاحبنا بيقول له انا عايز اتوب، الحقني، اعمل لي اي حاجة، اتصرف معايا، الحقني. فصاحبنا بيقول يعني اتشغل عنه شوية. فبيقول مرة وصاحبنا طالع بالعربية لقى الشاب هاجم على العربية وفتح ايديه وبيبكي دموعه مغرقة وشه، متسمنيش. فراح معاه فخده راح يصلوا الفجر. فبيقول انا عايز اقول للشباب اوعى تفتكر ان حياه المعصيه حلوه، ده حياه خنيقه، ده خنقه، ده موت والله العظيم، بيموتوا 1000 مره كل يوم. خده يصلي الفجر، بيروح بيصلي وواقف جنبي قاعد يعمل كده، يطلع لقدام ويجي لورا في التحيات قاعد يتهز. فبيقول انا قلت مين كان ما بعرفش يصلي؟ الامام قال السلام عليكم ورحمه الله، السلام عليكم ورحمه الله، ده ما سلمش، لقيته انفجر في البجاء فجاه، خدناه بيته وهو متشال. شباب منهار يا جماعه، شباب منهار. شباب شاب في ندوه هنا في القاهره، شاب عنده 39 سنه، 39 سنه المخدرات اكلاه، لا اتجوز ولا له اصحاب ولا له حاجه في الدنيا ولا اشتغل، حياته منهاره. وبيقول انا هرجع تاني، انا هرجع زي ما كنت تاني، انا هرجع بتاع زي ما. هترجع مين يا ابني؟ هترجع مين يا ابني؟ ما هم قضوا عليك خلاص، مخططاتهم قضت عليك وانت استسلمت وكنت غر وساذج وضيعت نفسك. ربنا ينقذ الشباب والله يا جماعه. فزادوهم رهقه، فزادوهم رهقه، بنات مرهقه وامهات مرهقه واباء مرهقه ومجتمع بكل اللي فيه مرهق. ليه؟ لان احنا دورنا على السعاده بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى. وانهم ظنوا كما ظننتم، ظنوا ظننتم ظننا
أوهام، كانت حياة كلها أوهام، كانت عيشة كلها أوهام. موهومين، البنت موهومة انها لما تبقى بنت ستايل وتكلم ده وده وده هتتجوز بسرعة، والولد موهوم انه لما يتعرف على البنت اللي هيتجوزها في علاقة 15 سنة يدرسها كويس. اوهام اوهام، والشباب معتقدين والناس معتقدين. المجتمع بتاعنا الوقت بيتحكم في مجموعة من الاوهام، اوهام خاطئة هي اللي تتحكم في المجتمع بتاعنا للأسف. وأنهم ظنوا كما ظننتم ألا يبعث الله أحدا، ما كانوش عاملين في حسابهم أن في حاجة اسمها آخرة، ما كانوش مصدقين أن في حاجة اسمها آخرة. وأنا لمست السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشوبا، يا ما رسائل وصلت لنا ما كناش بنستجيب، يا ما رسائل تسد عين الشمس أن أنتوا غلط، ان الطريق ده غلط، ما كناش بنستجيب، ما استجبناش لاي رساله زمان. فاكرين عبدت الشيطان او الشياطين بتسلم هي في صوره الجن؟ فاكرين عبدت الشيطان؟ فاكرين الشباب؟ عارفين شبابنا وصلوا لايه يا جماعه؟ وانا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، ده احنا كنا بنعمل بلاوي، ده احنا كنا بنعمل اجرام. لما بقرا صوره الجن عارفين بفتكر ايه؟ بفتكر مجتمعنا، بفتكر امتنا، حاسس ان صوره الجن بتحكي لنا قصه مجتمعنا بالظبط. وهما بيفتكروا الماضي بتاعهم، الماضي الاليم بتاعهم، تحس ان هو بيحكوا واقعنا. والله يا جماعه بيحكوا واقع الشباب الوقت بالظبط. وانا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، وانا لا ندري اشر اريد بمن في الارض ام اراد بهم ربهم رشدا. طب قالوا الشر ليه؟ مش مصدقين. هو معقوله ربنا ينقذ الناس دي بعد ما طاعت؟ هو معقوله ربنا ينقذ الناس ديت؟ معقوله الانقاذ يجي؟ معقوله ربنا يتوب عليهم؟ معقوله ربنا يتوب علينا بعد كل اللي عملناه؟ دول خارجين من بركه طين، ربنا انقذهم من بركه وحل، وخارجين بيبصوا لها تاني يا ندمنا على كل ساعة قضيناها في الحياة الهايفة دي، يا ندمنا على كل كبيرة عملناها، يا ندمنا على السواد اللي اتكتب في صحفنا، يا حزننا على العمر اللي ضاع بعيد عنك يا رب. الناس دي يا جماعة يعني وقت الحلقة قرب انه ينتهي، والصورة كبيرة، الصورة مشاعر فياضة، ناس هتتجنن، وانه وانهم وان وان هيتجننوا من كتر المشاعر اللي جواهم، ملهوفين، مش قادرين يكتموا المشاعر اللي جواهم بعد ما ذاقوا لذة الدين، مشاعر الملتزمين الجدد الملتهبة، الملتهبة اللي بدأوا فجأة يكتشفوا ايه ده؟ احنا كنا نودي نفسنا فين؟ فمن يعرض عن ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. اللي هيبقى بعيد عنك يا رب عذاب متصاعد، متصاعد يعني ايه؟ هيعيش حياته كلها عذاب متصاعد، الدنيا عذاب نفسي لعشرات السنين، بعد كده القبر عذاب تحت التراب لالاف السنين، بعد كده القيامة عذاب في عرصات المحشر 50,000 سنة، بعد كده عذاب في نار جهنم لابثين فيها احقابا. عذاب يا جماعة ما بيقلش بيزيد. في الاول كانت ملايكة بتسجل عليه في الدنيا، بعد كده لحظة الموت الملايكة بقت كتير، مد البصر وسود الوجوه واقفين له قاعدين له، احنا مش طالعين غير بروحك. بعد كده ملك الموت، الموضوع خد بالك بيتصاعد بيزيد كل شوية، الملايكة بتزيد شدتها، ملك الموت يجي ينزع روحه بقوة، بعد كده ينزل تحت التراب يلاقي ملاكين اسودين بينهروه، من ربك ومن دينك، بعد كده يلاقي رفيق شكله وحش وريحته وحشة داخل عليه يقول انا عامله كالسيء، يطلع من تحت التراب يلاقي اقتياد سائق وشهيد، بعد كده يقف في العرض على الله لما ربنا يقول خذوه فقل له 70,000 ملك، بعد ما كان ملك واثنين ومجموعة 70,000 ملك بيبتدروه، بعد كده يترمى في جهنم عليها ملائكة غلاظ شداد. العذاب بيتصاعد، وبرضه الملتزم النعيم بيتصاعد. في الدنيا جنة وعند الموت جنة اعظم، وفي القبر نعيم اعظم، وفي القيامة في ظل عرش الرحمن امام حوض النبي عليه السلام نعيم اعظم، وفي الجنة اعظم واعظم. ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه، عارفين يعني يسلكه؟ عارفين الخرزة اللي لها فتحة ضيقة، واحد لما يجيب حبل يقعد يدخله جوه الخرزة يسلكه، دي معناها ضيق، عايشين في ضيق، عايشين في ضيق رهيب، حياتهم كلها ضيق، حياتهم كلها خنقة، حياتهم كلها حبسة، ضيق متصاعد، ضيق في الدنيا وضيق عند الموت، وضيق في القبر حتى تختلف أضلاعهم، وضيق في القيامة، وضيق في زنازين جهنم والعياذ بالله. والمؤمن ساعة متصاعدة، ساعة في الدنيا وساعة عند الموت وساعة في القبر وساعة في القيامة وساعة في قصورهم في الجنة. ده الخيمة الواحدة في الجنة طولها حوالي 100 كيلومتر، 100 كيلومتر ده الخيمة مش القصر، لما حسبت الطول بتاعها لقيتها حوالي 100 كيلومتر. يا نهار ابيض، ايه ده يا جماعة؟ 60 ميل، 60 ميل يعني حوالي 90 كيلومتر او 100 كيلومتر طول الخيمة الواحدة. ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. اهل الباطل انقلبوا،
وبدأ الإسلام ينتشر وبدأ الدعوة تنتصر وبدأ يبقى في رجالة يشيلوا الدين، أهل الباطل يسكتوا؟ لا، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، بدأوا يتراكموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدأوا يتكاتفوا على رسول الله زي السحاب المتلبد، كله فوق بعضه، كله هاجم على النبي عايز يضربه، عايز يأذيه، عايز ينال منه عليه الصلاة والسلام، عايز يتريق عليه، عايز يسخر منه، عايز ينال النبي بأي حاجة، كادوا يكونون عليه لبدا. لما أهل الباطل بيشوف النبي عليه الصلاة والسلام يا جماعة صورة الجن بتبين لك النبي تعب قد إيه، النبي استحمل قد إيه، النبي عليه الصلاة والسلام كان يخرج يدعو الناس في سوق عقاب عشان ما يضيعش فرصة بدون دعوة، فرصة الناس تتلم فيها، يرفض من الجميع يقوم طالع سوق عقاب في ذو القعدة ذو الحجة بعدها منى الحج بتاع المشركين، يطلع مع الصحابة على منى يقعدوا يدعوا في القبائل كلها يرفض، يقوم يروح الطائف يسافر 90 كيلومتر يروح الطائف يدعو يرفض، يقوم يلف على القبائل قبيلة قبيلة يحاول قبيلة تقويه يرفض عليه الصلاة والسلام وما يقش عليه الصلاة والسلام. انا عايز لو قلبنا كذا صفحة هنوصل بعد كده لسورة ايه يا جماعة، ايه لو قلبنا بعد كذا صفحة هنوصل لسورة النصر، اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله ايه افواجا. امال اول سورة الجن قل اوحي الي انه استمع ايه نفر، الانفار الانفار المعدودة بقت افواج، الدين انتصر ليه؟ لان بعد سورة الجن ربنا قال للنبي يا ايها المزمل قم الليل قوم ما تنامش بالليل، وبعدها قال له يا ايها المدثر قم فانذر قوم ما تقعدش بالنهار، زي ما سورة نوح اللي قبل سورة الجن سيدنا نوح قال اني دعوت قومي ليلا ونهارا، انت كمان ما تنامش لا ليل ولا نهار، قوم كمل مش هضيع مجهودك مش هضيع تعبك، قوم مهما كانوا عليك لبد مهما اذوك مهما عملوا فيك اوعى تبطل اوعى تيأس اوعى تضعف، قوم الليل والنهار، الانفار هيجي اليوم ويبقوا افواج، افواج اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت بعنية بعنيك قبل ما تموت هوريك حلم حياتك بتحقق بعنيك، اخيرا يا رب اخيرا يا رب الغرب الكافر قدرنا نوصل لهم صورة الاسلام الصحيحة، اخيرا يا رب الطبقات البعيدة عن الدين في المجتمع صورة الدين وصلت لها، اخيرا يا رب البنات كلها سمعت الدين، اخيرا يا رب الشباب كلهم سمعوا الدين وتابوا، اخيرا يا رب ورأيت بعنيك بعنيك يلي بكيت لما شفت بعنيك صور الأسرى بتوع المسلمين في أبو غريب، يلي بكيت بعنيك لما شفت صور الجنود الأمريكان بيدنسوا مساجد الفلوجة، يلي بكيت بعنيك لما شفت جثث المسلمين مرمية في الشوارع في غزة واليهود بيقصفوها، هيجي اليوم اللي تشوف بعنيك نصر الأمة ورأيت، بس قوم واشتغل بس ما تنامش لا ليل ولا نهار، ورأيت الناس كلها حتى ابو سفيان اللي كان بيحاربك يا محمد يا ابن عبد الله، حتى مراته اللي كانت كبد حمزه ببقها، حتى اشد المشركين اجراما، حتى عكرمه ابن ابي جهل كله جاي النهارده يا محمد يا ابن عبد الله عليه الصلاه والسلام يسلمه، ورأيت الناس كلها يدخلون، مش انت بعد ما كنت بتلف على البيوت ويطردوك وابو لهب يقول لك هات لي ورقه وقلم اكتب لك كتاب لربك انك بلغتني وسيبني في حالي، وتلف على القبائل وترفضك كله جاي برجليه لربنا دلوقتي، يدخلون في دين الله دين ربنا كبر وعز افواجها، بعد ما كان انفار في سوره الجن بقت افواج الوف وملايين ومليارات ومليارات، بس استمر ما تنامش. سوره الجن يا جماعه الناس دي ربنا خلت ذكرها ليه؟ لانها اشتغلت في الدعوه، الناس دي لو ما كانتش اسلمت كان حصل لها ايه؟ كانوا بقوا ايه؟ لو انت ما التزمتش، ابو بكر لو ما كانش اسلم كان بقى ايه؟ تاجر عنده شويه فلوس وعاش ومات بس زي اي تاجر، عمر لو ما كانش اسلم كان بقى ايه؟ شاب قوي وعاش ومات والموضوع انتهى، مصعب لو ما كانش اسلم شاب جميل وسيم والبنات ملفوفين حواليه وراكب احدث موديل وعنده وبس، وبقى ما كبر ندم على شبابه اللي ضاع ومات، بلال لو ما كانش اسلم عبد اسود حبشي ومات، انما الناس لما اسلمت بقى ليهم يد في التاريخ، لما انت تلتزم لما انت تلتزمي لما نشتغل عشان ديننا لما نبقى رجاله لما نبقى اصحاب رساله لما نبقى زي الجن دول، انقلاب فوري انقلاب فوري استجابه فوريه للهدى، وانا لما سمعنا الهدى امنا به، يا على جمال الكلمه دي، اما الهدى اتعرض علينا التزمنا وجينا من اول ايه سمعناها، انت بقالك قد ايه بتسمعي اتغير فيك ايه؟ انت بقالك قد ايه بتسمع اتغير فيك ايه؟ اتغير فينا ايه يا جماعه؟ اتغير فينا ايه؟ الصوره مليانه معاني كتير جدا، مليانه معاني كتير جميله قوي والله يا جماعه قوي، زي ما بقول لكم ده قصه مجموعه من الشباب من الجن، بس مجموعه من الشباب يعني كانوا جنود للباطل ومره سمعوا كلمه الحق،
من لسان محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام اتقلبوا، حياتهم اتغيرت وضحوا بكل حاجة وتغير فيهم كل حاجة، ورجعوا تاني، رجعوا تاني لاصحابهم بتوع زمان، بس مش رجعوا عشان يقعدوا معاهم، رجعوا بنظرة تانية للحياة، رجعوا بنظرة تانية للباطل، رجعوا بنظرة كلها حسرة على الدنيا، على الواقع اللي هم كانوا فيه، رجعوا عشان يغيروا الواقع ويصلحوه، رجعوا تاني يا جماعة. بيتكلموا وهم بيبصوا بصة تانية لأيام زمان ومعاصي زمان ومفاهيم زمان وقدوات زمان وشخصيات زمان، رجعوا تاني وهم بيعبروا عن الانقلاب الرهيب وبيعبروا عن الدوافع اللي خلتهم ينقلبوا. وفي الآخر ربنا بيثبت قد إيه النبي تعب، قد إيه النبي بذل عشان الناس دي تدخل في رحمة الله وعشان إحنا نسلم، وقد إيه إحنا لازم نتعب. صورة الجن يعني للأسف ما قدرناش ان احنا نغطيها الليلة تغطية كاملة او وافية، ولكن يعني طرقنا بعض المعاني اللي انا كان نفسي انها ما تروحش مننا الليلة. انا بصراحة يا جماعة الليلة اتأخرت في الطريق جامد، ربنا سبحانه وتعالى يعفو عنا يا رب من اي تأخير. انا قلت انا جاي الليلة عشان اقول لكم اهم توصية، لو ما جيتش غير عشان اقولها كفاية، بس هاجي ان يوم الحد اللي جاي 13 و14 و15، انا جاي اهم حاجة عندي في درس الليلة الموضوع ده، اهو النقطة ده ايه، ان يوم الحد والاثنين والثلاثة اللي جايين ان شاء الله 13 و14 و15، الايام البيض 3 ايام يبعدوا بينك وبين النار قد ايه، لما يتحطوا في حسناتك قد ايه. يا ترى لو من يوم ما التزمت كنت بتحافظ على 13 و14 و15، كان زمان في ميزانك حسنات قد ايه. يا ترى لو كنت حافظت عليهم ودعيت الدعوة المستجابة ليك عند كل فطر وفي كل صوم، كان زمان حياتك متغيرة قد ايه. بالله عليكم يا جماعة، ربنا يعيننا يا جماعة الثلاث ايام دول، اللهم امين يا رب. واخر توصيه بقولها لكم يعني عشان اداره القناه تزعل مني جدا بقى كده، لان انا كده واخد 4 دقائق زياده او 3 دقائق ولا ايه او بيضحكوا من ورا الكاميرا اهو، واخد 5 دقائق زياده، خلاص هي نص دقيقه، جزاكم الله خير. يعني اخر توصيه بقولها لكم يا جماعه، القران يا جماعه، القران، القران يا اخوانا، القران يا شباب، القران يا اللي عايزين حياتكم تتغير، القران يا اللي عايزين حياتكم تتقلب، القران. عارفين لما تجيب حنفيه بتنقط ميه على صخره كبيره وتفضل تنقط نقطه 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 نقطه، في خلال سنه 2 3 الصخره هتتشق، انما لو جبت نفس كميه الميه كبتها على الصخره مش هتعمل فيها حاجه. القران لما كل يوم تقرا لك صفحتين 3 4، لما كل يوم تقرا لك حزب ولا جزء، كل يوم كل يوم كل يوم، جدار الغفله اللي حوالين القلب هيتشق. عايزين نفوق بقى، إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي. مش عايزين تهدوا، مش عايزين حياتكم تتغير، مش عايزين حياتنا تتقلب. سورة الجنة اهي عايزين نعيش معاها الليلة يا اخوانا، نعيش معاها في القيام مع الانقلاب، مع الشباب اللي حياتهم اتقلبت، مع الشباب اللي عادوا الى الله بعد تاريخ مظلم ولكن بقى المستقبل بتاعهم مشرق. عايزين يا اخوانا القرآن، ما ننساش ابدا، ما ننساش ان القرآن ده عامل بالظبط، عارفين الارض المتشققة لما ينزل عليها المطر يحييها يخليها جنة، كذلك قلوبنا المتشققة من العطش لما ينزل عليها القرآن يحييها يخليها جنة. قلوبنا بور ما بتطلعش ثمرة، ما بتطلعش يقين، القرآن هينزل عليها تنبت يقين وتطلع ثمرة، ونبقى مثمرين لديننا زي الجن الأبطال اللي ربنا سبحانه وتعالى خلد اسمهم في صورة كاملة من صور القرآن. يعني عايزين يا اخوانا القرآن، بالله عليك ورد القرآن اليومي، ورد القرآن اليومي اللي هيفتت صخرة الشهوات في قلوبنا، ورد القرآن اليومي اللي هيخلي قلوبنا بعد ما هي بور جنة خضراء تنبت. القرآن يا عباد الله، القرآن، لولا ان انا نفسي ان انا اجتهد في السلسلة دي ان شاء الله عشان نخلصها، السلسلة المباركة دي، كنت قلت لكم المرة الجاية نقف سكشن مع القرآن، زي ما بعد سورة المعارج وقفنا سكشن صلي بقلبك مع الصلاة، يعني كان ممكن نقف سكشن مع الجن، ولكن في الغالب ان شاء الله، يعني في الغالب عشان برضه اسيب الباب موارب شويه لان ما حدش يعرف يعني المستقبل فيه ايه، في الغالب ان شاء الله المره الجايه سوره المزمل، سوره اللي بتجيب لك منظر النبي وهو نايم في السرير ملفوف في البطانيه. النبي ربنا يخلد صوره بالمنظر ده، طب ليه يا رب؟ كنت سماه القوام يا رب، الصوام يا رب، ليه ده؟ ليه يا رب المنظر ده؟ عشان ربنا يقول لك القرآن لو بدأ معاك من وانت في المرحلة ده ايه؟ مرحلة المزمل، مرحلة المدثر، هيوصل بيك لايه؟ وهيرفعك لايه؟ عما نتقابل المرة الجاية الواجب بتاعنا، قارن ما بين أول آية في سورة المزمل وآخر آية، شوف القرآن رفع اللي اجتهد فيه من ايه لايه؟ عشان تعرفوا احنا محتاجين للكتاب العظيم ده قد ايه؟ اللهم تب علينا، اللهم تب علينا، اللهم أصلح أحوالنا بالقرآن.
اللهم أنر قلوبنا بالقرآن، اللهم املأ حياتنا بنور القرآن ليلا ونهارا، ارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم أحيي ليلنا بالقرآن، لا تحرمنا من قيام الليل بالقرآن يا رب. اللهم إنك إن تهدينا بالقرآن نهدى ونكن من أوليائك الصالحين. اللهم أعمر حياتنا بالقرآن، وأصلح قلوبنا بالقرآن، وأنر حياتنا بالقرآن، وارفع الرهق عنا بالقرآن، برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.